بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبعد ما تطرقنا إلى ذكر المزاج الصفراوي والمزاج البلغمي والمزاج السوداوي، نذكر كذلك المزاج الدموي، وهو الذي كثرت فيه الحرارة مع الرطوبة وقلت فيه البرودة واليبوسة، وعلامة هذا الإنسان أن يكون عبيد البدن، كثير اللحم، كثير الدم، طيب النفس، حسن الأخلاق، متوسط الفهم. وإذا كانت الحرارة أكثر من الرطوبة كان أصفر اللون، وإذا كانت الرطوبة هي الأكثر كان أبيض اللون مشربا بالحمرة، وإذا استويا فيه كان أشقر اللون، وهو الذي بين البياض والحمرة. إخواني الكرام، أخي الحبيب، وبعد أن تعرفنا على مفهوم الأخلاط والأمزجة على وجه العموم، وأن جسم الإنسان يتكون من هذه العناصر والأركان والأخلاط والأمزجة، إذ يقول ابن سينا عن الأخلاط التي منها مركب البدن: إخواني الكرام، يقول ابن سينا مؤسينا عن هذه الأخلاط التي منها ركب البدن، والتي أطلق عليها اسم الأمشاج، وكأنه يشير إلى قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذ يقول: الجسم مخلوق من الأمشاج مختلفات اللون والمزاج، من بلغم ومرة صفراء، ومن دم ومرة سوداء، وإن شئنا قلنا ومرة صفراء، ومن دم ومرة سوداء. فالبلغم الطبيعي ما لا طعم له وما له برودة معتدلة، ومنه يعرف بالزجاج، ومنه ما يعرف بالزجاج وهو غليظ بارد المزاج، ومنه بلغم يسمى مالحا للحر واليبس. إذن إخوان الكرام، يقول ابن سينا عن هذه الأخلاط، وكأنه يشير إلى قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذ يقول: الجسم مخلوق من الأمشاج مختلفات اللون والمزاج، من بلغم ومرة صفراء، ومن دم ومرة سوداء. فالبلغم الطبيعي ما لا طعم له وما له برودة معتدلة، ومنه ما يعرف بالزجاج وهو غليظ بارد المزاج، ومنه بلغم يسمى مالحا للحر واليبس تراه جانحا، ومنه ما طعمه كالحلو وليس من حرارة بخلو، ومنه كالحامض وهو أبرد يكون في المعدة حين تفسد. والمرة الصفراء في ألوان، فواحد يعرف بالدخان، ومنه كالزنجال والكراث، وهذه كثيرة الأخباث، وغيره يعرف بالمحي وليس في قواه بالردي، والأحمر الساكن في المرارة، وكلها تنسب للحرارة، والدم ما منشأه من الكبد ينفذ في علوقها إلى الجسد، ومسكن السوداء في الطحال. هذا اعتقاد ليس بالمحال. إذن إخواني الكرام، كما نرى ونلاحظ وكما نسمع، أن ابن سينا يجعل للمزاج السوداوي وعاء بالجسد، وهو الطحال، وكذلك الصفراء وعاءها بالجسد المرارة، وكذلك يذكر الدم الذي يجعل وعاءه الكبد، لكنه لم يذكر أن للبلغم وعاء، لأن البلغم في حقة الأمر هو منتشر في الجسد، هو منتشر في الجسد. وإن شئت أخي الحبيب، أخي المستمع، إخواني الكرام، وإن شئتم ذكرت لكم كذلك من كتاب القانون الصغير في الطب لابن سينا، صفحة 32،
إذ يقول: فأما الكبد فموضعها من الجانب الأيمن وأعلاها مما بين حجاب الصدر وظهرها، ظهرها ملاصق لضلوع الخلف، وبطنها ملاصق للمعدة، وأسفلها ينتهي إلى الخاصرة، ولونها أحمر قان، ولحمها شبيه بالدم الجامد وهي منبت العروق غير الضوارب، ومستقر القوة الطبيعية، وهي مركبة من اللحم الذي وصفناه. ومن العروق والشريانات والغشاء الذي يسترها، فليس للكبد من نفسها حس، فأما غشاؤها فله حس قوي. ومنفعة الكبد توليد الدم لغذاء الجسد، والمرارة ملاصقة للكبد، وهي وعاء المرة الصفراء، إن شئتم قلنا المرة الصفراء، ومنفعتها جذب المرة الصفراء من الكبد. فأما الطحال فإنه موضوع في الجانب الأيسر من الضلوع الخلف والمعدة، إلى أن يقول، يعني يذكر كذلك أن كذلك الطحال هو وعاء المرة السوداء، إذ يقول: والطحال وعاء المرة أو المرة السوداء، ومنفعته جذب المرة من الكبد، فأما الكليتين فموضعهما أسفل الظهر، إلى آخره. لمن أراد أن يرجع، يعني وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فنحن من خلال هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى نحاول أن نقرب مفهوم علم الطب العربي الأصيل من، يعني كما ورد في كتب الطب، ومع بعض يعني المقارنات بالطب العربي الحديث، أو ما جاء في الطب العربي الحديث النزر القليل، يعني تلك المقارنات هي قليلة في حقيقة الأمر لأنه الجهد المقل. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. فأقول إخواني الكرام أن يعني من خلال ما ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا في هذه الأرتوزة، نفهم أن هذه الأخلاط تتألف. هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا مسلم، هل معذرة إخواني الكرام على الانقطاع، إذ أقول: فالبلغم هو أقسام. أولا نبدأ بذكر البلغم الطبيعي، إذ يقول عنه ابن سينا: فالبلغم الطبيعي ما لا طعم له وما له برودة معتدلة. إذا وصف هذا البلغم أو القسم الأول من البلغم الطبيعي أنه معتدل البرودة وليس له طعم. إخواني الكرام، وهذا البلغم الطبيعي يتولد كما تتولد سائر أنواع البلغم الأخرى من الأغذية والأشربة ذات المزاج الرطب. وهذا البلغم الطبيعي والذي هو مثل بقية أنواع البلغم، وهو جسم سيال مزاجه التكويني الفاعل فيه البرودة والمنفعل فيه الرطوبة، وهو متولد عن استقص الماء. والبلغم عموما طبعه السيولة كما تعلمنا، وقد أخطأ من جعل أن وعاءه بالجسد الرئة، فهو لا وعاء له، بل هو منتشر في كامل أنحاء الجسد. فالبلغم هو كالماء حر طليق، لا بيت ولا وعاء له بالجسد. وبعضهم جعل وعاء البلغم الكلية، لأنها هي المسؤولة عن تحليل وتصفية الماء، وأن الماء يذهب إليه فيخرج ما لا نفع له للجسد عن طريق البول، أكرمكم الله. وهذا كذلك لا نسلم به، والأصح أن نقول أن البلغم لا وعاء له بالجسد. أما بقية الأخلاط فلا أوعية كما ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا. وحتى لا نخرج عن الموضوع.